نحو ثلث العراقيين غير سعداء في عام 2020 بنسبة مضاعفة عن المعدل العالمي وفق آخر استطلاع لمؤسسة جالوب الدولية. ويبقى السؤال، لما يتربع العراقيون على قائمة الشعوب الأكثر تعاسة في العالم؟ وفقا للأمم المتحدة فإن هناك 6 معايير لقياس نسبة السعادة لدى الدول، في مقدمتها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ففي العراق لم يتجاوز هذا الناتج حاجز 7400 دولار سنويا، والذي جاء بالمركز 108 عالميا من بين 122 دولة في عام 2018، لينخفض أكثر في عام 2020 بحسب وزارة التخطيط بسبب أزمة كورونا. لنعلم لما العراقيون غير سعداء. أما المعيار الثاني فهو الدعم الاجتماعي، متضمناً مساعدة الحكومات للمواطنين للعثور على الوظائف والقضاء على البطالة. أما في العراق فإن نسبة البطالة تفوق 35%، لذا فلن تعزز موقعه ضمن قائمة الدول السعيدة. وبشأن متوسط العمر المتوقع للفرد، جاء ذلك معياراً ثالثاً أساسياً لقياس السعادة. ومجدداً فإن العراق بالمرتبة 130 عالمياً من أصل 191 دولة بمتوسط عمر يبلغ نحو 71 عاماً، في حين بلغ معدل متوسط أعمار السكان في العالم 73 عاماً وشهرين في الأقل. أما العامل الرابع فهو حرية اتخاذ خيارات الحياة، متضمنة مجال الحرية الشخصية والصحفية والحقوق المدنية، وهو ما يعانيه العراق كثيرا. وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود فإن العراق يعد من البلدان الأخطر على الصحفيين وسط استمرار لسياسة الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات. الكرم مقياس خامس في مقاييس الأمم المتحدة للسعادة. فعلى الرغم من أن الشعب العراقي لديه سجل ممتاز في هذا الشأن لكونه أكثر شعوب العالم كرما بحسب مؤسسة المساعدات الخيرية، بيد أن العامل السادس والأخير وهو تفشي الفساد الحكومي لن يسعفه كثيرا ليتأهل إلى مصاف الدول السعيدة، إذ يحتل العراق صدارة أكثر دول العالم فسادا بحسب منظمة الشفافية العالمية. وأمام جميع هذه المعطيات، ليس مستغرباً أن يكون كثير من العراقيين غير سعداء في بلد يتصدر إحصائيات مؤسسات دولية مرموقة من حيث الأسوأ والأخطر والأكثر فشلاً وتراجعاً في جميع مجالات وقطاعات الحياة، والتي تعد حقاً لهم وليس مطلباً.